هل استطاع أحد المرشحين الذين شاركوا في هذه المناظرات أن يستقطب أو يستميل مزاج الشارع التونسي أم أن الأمر ما زال مبكرا؟ نعم، يمكن القول أن هذه المناظرات ساهمت، حتى بحسب مراقبين ومتابعين للمشهد السياسي والانتخابي، ساهمت بشكل كبير في تغيير المزاج الانتخابي للتونسيين وإعطائهم فرصة أكثر للتقييم على مستوى يعني البرامج والأفكار والمقترحات. هناك مثلا بعض التونسيين الذين كانوا ينظرون لأحد الأسماء كأنه قادر على تغيير الوضع السياسي والاقتصادي، لكن نظرتهم هذه تغيرت بمجرد حضوره في هذه المناظرة. هناك بعض الانتقادات التي تقول أن أغلب هذه الأسماء لم تتمكن حتى على المستوى اللغوي من تقديم أفكار جيدة ومن إيصال المعلومة، المعلومات كانت غير دقيقة وضبابية وغير شفافة، هذه الإجابات خاصة تلك المتعلقة بالجوانب الاقتصادية ومكافحة الإرهاب وكل ما يتعلق بحقوق المرأة وحقوق الطفل، وكذلك يعني العلاقات بين الدول خاصة العلاقات الدبلوماسية مع دول الشرق الأوسط وأوروبا. وبالتالي هذه المناظرات يعني يارا ساهمت بشكل كبير في تغيير المزاج الانتخابي التونسي. نعم، ابقي معي، سأنتقل إلى محيط الإذاعة التونسية وياسر دبابش ينضم إلينا. ياسر، إذن مع بدء العد التنازلي لبدء الانتخابات الرئاسية، كيف هو الشارع التونسي؟ كيف هي الاستعدادات لهذه العملية الانتخابية؟ مرحبا يارا. التجهيزات والاستعدادات على قدم وساق حتى الساعة من قبل هيئة الانتخابات، من قبل وسائل الإعلام، ونحن نتحدث أيضا عن المناظرات التلفزيونية التي تشهدها تونس لأول مرة في سابقة، هي الأولى من نوعها. نتحدث عن الاستعدادات اللوجستية التقنية الفنية. هيئة الانتخابات قالت بأنها بصدد إتمام يعني توزيع المواد الانتخابية الخاصة بيوم الاقتراع إلى جميع المدن والمناطق التونسية بتأمين كامل من قوات الجيش التونسي. نحن نتحدث عن أوراق الانتخاب والحبر الانتخابي وكذلك الحال صناديق الاقتراع التي سيتم توزيعها على جميع المحافظات التونسية. أيضا بالتوازي مع ذلك تتواصل الحملة الدعائية للمترشحين مع ازدياد حصيلة المخالفات والإخلالات التي وقعت، أكثر من 200 مخالفة منذ انطلاق الحملة الدعائية، ونحن اليوم نتحدث عن اليوم الثامن على التوالي لانطلاق هذه الحملة، يعني نتحدث عن نحو 200 مخالفة تم تسجيلها. طيب، تتمركز ياسر دعنا نتوقف، تمزيق بعض الصور والبيانات للمترشحين. كنت سأسألك عن طبيعة هذه المخالفات، تفضل. نعم، هي تتمركز يارا حول وتتمحور حول تمزيق بعض صور المترشحين وبياناتهم، إضافة لتسجيل عدة مخالفات حول ما يعرف بالعنف اللفظي الذي شاب الحملة الدعائية لانتخابات الرئاسة المبكرة. هناك يعني جولات لعدد من المترشحين لا سيما البارزين منهم، نحن نتحدث عن زعيم حزب تحيا تونس يوسف الشاهد، وأيضا عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع المستقيل من منصبه، والرجل الثاني بحركة النهضة عبد الفتاح مورو، وغيرهم من الشخصيات المستقلة التي تخوض السباق الانتخابي نحو قصر قرطاج الرئاسي. هناك من جاء وصال وجال في محافظات عدة، شمالا جنوبا شرقا وغربا. ابقى معي ياسر، سأنتقل إلى نجلاء. نجلاء، يعني هذه المناظرات التلفزيونية بين المرشحين للرئاسة و الانتخابات التونسية بهذه الطريقة أو هذه الآلية، يعني هي فريدة من نوعها، كيف ينظر التونسيون لهذه المناظرات الرئاسية؟ نعم، في البداية أغلب التونسيين والتونسيون عفوا يثمنون هذه التجربة ويعتبرونها وجه من أوجه الديمقراطية اليوم في المشهد الانتخابي التونسي. لم يتعودوا عليها طيلة الاستحقاقات الانتخابية الماضية التي عاشها التونسيون، كذلك هم يعتبرونها أنها فرصة للتعرف على أفكار والرؤى والمواقف التي يحملها هؤلاء المترشحين ضمن المحاور والأسئلة التي توجه
توجه إليهم من خلال هذه المناظرة، وربما تساهم هذه المناظرة في اختيار الشخص المناسب ليكون رئيس للبلاد في الفترة المقبلة. وبالتالي هذه المناظرة ساهمت بشكل أو بآخر في يعني تغيير المزاج الانتخابي، تحديد المواقف الانتخابية لهؤلاء الناخبين مع بدء العد التنازلي نحو موعد 15 سبتمبر، والذي سيشهد عدد كبير من الناخبين التونسيين والذين سيدلون بأصواتهم لاختيار رئيس يمثلهم في قصر قرطاج. يارا منشار الحبيب برقيبة نجلاء بوخريس، شكرا جزيلا لك. الشكر موصولة أيضا لياسر دبابش من محيط الإذاعة التونسية.